الو ابتسام دراما بطلتها مذيعة تفتح قلبها لهموم الناس لتجد نفسها تخوض معركة حقيقية لإنقاذ حياة امرأة تعاني من العنف. سيداتي سادتي أعزائي المستمعين، أنا المشاكل اللي كنسمع في الراديو راه خلتني نفكر ألف مرة ونضرب ألف حساب. عندك شي واحد في حياتك؟ ماشي عندي. مالك؟ شكون هذا اللي يقدر يزعم عليك؟ ما نعرف أختي، الله يزعم حتى يشرب العصير بالله. هذا الرجل اللي تبعنا، عمري علاش غادي يتبعنا؟ ابتسام مرتي اليوم. أنت يا مريض وخاصك تمشي الدواء. ونأخذ أول اتصال. ألو ابتسام، الأحد مساء على دوزام.